The dear audience, today we will introduce you to the man who is capable of giving the call to prayer in the voice of the best muezzins of the world. Allah has not given such ability to every human being. Before proceeding to the video, please subscribe to the channel and click on the bell icon. Thank you. Let's start the video. Al-Haram. Allahu Akbar, Allahu Akbar. أذان مديني الله أكبر الله أكبر أذان هندي الله أكبر الله أكبر عند أذان أندلسي الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر هذا أندلسي أيوة أذان مصري أيوة الله أكبر الله أكبر هذا مسجد محمد علي ولا مسجد مين؟ الله أكبر الله أكبر ما شاء الله هذا أذان طيب آخر واحد أعطينا نيجيري ولا باكستاني؟ لا أذان بنغالي يلا بنغالي الله أكبر الله أكبر أحسنت أحسنت حبيب المليجان مكة ما شاء الله متعدد المواهب أتمنى احتضان هالموهبة العظيمة الحبيب المليجان